وحشتوني جدا يا ستات. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم متفائلين، كل سنه وانتم احلى يا ست الكل. هتكوني معانا النهارده علشان نفرحك ونقول لك معلومات كتير قوي. نودع معاكم 2018 ونستقبل 2019 بكل حب وكل سعاده. نعرف قيمتنا ونخلي المجتمع كمان يعرف قيمتنا يا ستات. النهارده احنا مجهزين عشاء راس السنه، وهنقول لكم ازاي تطبخوا، وكمان هيكون في فقره عن الازياء وفقره عن التجميل، وهنغني وهنعمل حاجات كتير قوي. هبتدي اول فقره وانا متحمسه جدا ومبسوطه جدا، معانا الشيف منار، وهنروح نبتدي دلوقتي حالا ونشوف هي عامله لنا ايه. يلا بينا. اهلا اهلا اهلا. انا هقع وانا جايه لك. كل سنه وانت طيبه، وانا مبسوطه جدا ان انت معايا، وحقيقي ميرسي قوي على كل الحاجات الحلوه دي، واحنا تعبناكي وانت عملت لنا واحد ديك رومي، وهنبتدي نطبخ كده هنعمله النهارده ان شاء الله. طيب نقول للناس هنعمل ايه. اوكي ثلاث اكلات الاول. اوكي احنا النهارده هنعمل عشان الكريسماس هنعمل ديك رومي، وهنعمل كمان جلاش رول باللحمه المفرومه والجبنه السايحه طبعا، وهنعمل كمان كب كيك بزينه الكريسماس. حلو قوي عشان الاطفال كمان صغيرين، علشان الاطفال وحلو قوي ان هم كمان يساعدوا الولاد. طيب اول حاجه هنعملها هنجيب ديك، يستحسن يكون الديك ده مقاسه يعني حجمه وزنه يكون فوق الخمسة كيلو من ستة كيلو، ما يبقاش كبير قوي ولا يبقى صغير قوي، يبقى متوسط الحجم. ليه بقى؟ بيفرق في ايه؟ بيفرق جدا في طعم اللحمة وفي التسوية بتاعته. ما يبقاش ناي من جوه صح؟ بالظبط. بصي هو كل ما الديك كبر معانا كل ما اللحمة بتاخد وقت في التسوية أكتر. كل ما صغر كل ما بياخد. هم قالوا لي ساعتين. ساعتين ده الصغنن ده ياخد ساعتين. والكبير أربع ساعات من ولا من أربعة لخمسة. تمام. هو ليه تكنيك تسوية، هو الديك لو ظبطنا التسوية بتاعته هيبقى ممتاز معايا. طب وانا عندي امل ان انا اتعلم معاه. انا يعني نفسي اتعلم حاجه مفيده. بس هو اهم حاجه ان احنا يعني نحطه على حراره الفرن يبقى حرارته عاليه 400، وبعد كده بعد ما الديك يتحمر خالص ويبقى تماما واخد لون حلو وجولد، نبدا نوطي الحراره على 180 ونسيبه يستوي على البطيء، وهي دي افضل حاجه تدينا التسويه مظبوطه للديك. طيب. نبدا بقى بالطبق. قول لنا المقادير. المقادير بصوا اول حاجه احنا معانا ديك صغنن، ده صغنن تمام، ومحلول ملحي اللي هو ميه وملح، دي حاجه يعني سهله قوي، بتجيبي ملح وتحطيه في ميه سخنه لحد ما ملح قد ايه؟ طيب تماما حوالي نص كوبايه من الملح على كوبايه من الميه. اوكي ميه ساقعه ولا دافيه عشان لا يدوب؟ لا ميه سخنه عشان يدوب اسرع. أوكي. لو انت مش مستعجله ميه يعني من الحوض حيدي. طيب هعمل ايه؟ هنجيب سرنجة، احنا هنعمل عملية جراحية. ده الموضوع طلع خطير وكبير. كبير قوي. بصوا اغلب الناس لما بييجوا ياكلوا ديك رومي بيلاقوا اللحمة من جوه ملهاش طعم. بتحسي انها عشان مش متبلة صح؟ لان التتبيلة دايما في الغالب بتبقى بره وجوه واللحمة مش واصل له حاجة، فاحنا هنحقن الديك بالمية والملح بالمحلول الملحي ده علشان الديك يبقى فيه من جوه نكهة حلوة. يلا بقى نحقن. يلا نحقن. تمام كده هنحقن كل مكان في الديك. ودي اللي جايبه السرنجه دي منين؟ الصيدليه. بقى حقيقي الحجم ده. صيدليات يا ولاد. تمام بصوا ده بقى هيخلي الديك ليه طعم حلو جدا من جوه. ملح. ملح يعني. ممكن نضيف للميه دي منكهات زي مثلاً بصل بودره، ثوم بودره، كل ما هو بودره علشان السرنجه ما تتسدش معانا. تمام. وهنعمل كمان الورك. حلو قوي. ايوه مين علمك؟ مين ادينا كده شويه يعني معلومات عنك؟ بصي هو انا بحب المطبخ جدا. فعلمت نفسي انا بطبخ من وانا صغيره جدا جدا، من وانا في ابتدائي بطبخ لمامتي، بعمل رز وحاجات كده، فحسيت ان انا بلاقي يعني عارفه هو الموضوع. الطبخ بالنسبه لي هو الطبخ شغف يعني. فبعد كده بقى قررت اتعلم، اقرا بقى واخد كورسز وكده واتعلم طبخ. انا شايفاكي نشيطه على السوشيال ميديا، بتعمل حاجات حلوه قوي، وبعد اشوف الفيديوهات اللي بتنزلها هتلاقوا كل الوصفات على البيج بتاعتي، وهنزل الديك ده كمان. خلاص كده كفايه عشان الوقت، ممكن ان احنا نعمله بضمير زياده بس عشان الوقت. تمام هنتبله. بصي هنعمل ايه؟ اول حاجه بنجيب خضار نقطعه كبير، الخضار ده مش بيتاكل يعني احنا مش هناكله في الديك، احنا بس بنحطه عشان نستفيد من النكهه بتاعته والعصاره بتاعته، فاحنا هنحط هنا جزر. طب لو بس لو كلناه عادي؟ عادي. كل بس واحد هو ما بيفضلش طعمه قوي. بيبقى خلاص. احنا بس عايزين النكهه بتاعته. أوكي. مش اكتر تبقى مع الديك.
تمام، بصل وبطاطس وجزر. مش ألفه بقى عشان أشوف. مش متقطعة؟ آه لا زي ما هي خالص، مش هنحتاج. وفصوص ثوم سليمة. احنا بس عايزين ناخد الفلافرز بتاعة الخضار علشان تدينا طعم حلو في الديك من جوه وريحة كمان. تمام كده نحشيه كويس بالخضار بتاعنا من كل مكان كده. تمام، وبعد كده نبدأ نعمل التتبيلة بتاعته. بس أنا هحتاج ألبس الجلافز، كان نفسي ألبسهم بدري بس مش مشكلة. انت انا بحب اطبخ بايديا واقف وانا كمان، على فكره طعم الحاجه بيبقى احلى طبعا، ولما بتاكله بايديكوا يعني الناس هتقول انا على طول اي حاجه بعملها عامه في بالاكل بايديا، يعني اي حاجه بطبخها بايديا. بس احنا عشان هنعمل، بس اهم حاجه نكون غاسلين ايدينا كويس. طبعا. طيب تمام، احنا دلوقتي هنجيب زبده اوكي وتوابل عشان بتلمعه يعني ولا عشان ايه؟ لا الزبده دي هي السر، يعني بصي اللون ده. كل الناس تسالني ازاي ناخد اللون الجولدي الحلو اللي عندي. طب يلا بينا. فاحنا هنعمل ايه؟ زبده هنحط عليها شويه، ممكن بس معلقه صغنطوطه من البصل البودره، وشويه الزبده لازم تبقى لينه بدرجه حراره الغرفه. بس لو درجه حراره الاستوديو هتبقى متجمده زي دلوقتي. اه ثلج. الله يكون في عوني بصراحه. اه ده حقيقي، مش عارفه اتكلم من السقعه. تمام، يبقى حطينا توم بودره وبصل بودره وزنجبيل جينجر، وهنحط كمان شويه من الزعتر. أوه. تمام، وشويه من الفلفل الاسود. حاجه تحفه اصلا من قبل ما تستوي. ولا انا شامه ده؟ انا شامه ايه؟ انت اكيد المستويه. ولا ريحه التوابل. شويه من العصير بتاع الليمون، وهحب كمان اني اضيف الفريش بقى، يعني الاعشاب الفريش، يعني ممكن كمان نحطها من جوه. انا نسيت دي الاعشاب دي اسمها ايه، انا مش عارفه اي حاجه. ده زعتر، حاجة. زعتر فريش، وده روزماري، وده زعتر. الزعتر طبعا بيفرق جدا في الطعم وفي الريحه، حاجه تانية خالص. شمي حلو قوي. بصي ده الناشف، فرق فظيع في الريحه والنكهه بتاعته. هنحط كمان من الاعشاب الفريش دي جوه قلب الديك. تمام، ونبدا كمان ناخد شويه منهم ونحطهم على الزبده. انت هتقعدي بعد كده تدعكي الزبده دي؟ كل اللي انا هعمله ان انا هدعك الزبده دي تحت الجلد وعلى الجلد من فوق، ونقفل الديك ويدخل على الفرن، وكده يكون خلصت اول وصفه معايا. يلا نبدا ان احنا بس شوكه ونقرص الزبده. يا رب بس الزبده تكون لسه لينه معايا. اه ما هي علشان التكييف تجمدت خالص. التكييف فظيع. تمام، تعرفوا احنا بنتعب قد ايه عشانكم. انا اصلا مجمده في الشتاء وتكييف كمان يعني. عايزه اقول لك انها كانت لينه بره، دخلت انا عارفه جوه جمدت تاني. مش عارفه، بحاول اساعدك البس جوانتي. طب لا لا تمام، مفيش مشكله. ما ينفعش تتعمل في مضرب البيت؟ والله انت بصي اقتراحاتك تحفه. على فكره ينفع يعني. ينفع والله؟ اه والله. بس بصي دايما ببوظ الطبخه لاي حد بيجي على فكره. لا اه والله، ما عشان ما بعرفش في المطبخ فبقعد اعمل حاجات. لا اتعلمي بعد ازود لهم بصل، انقص ملح يعني. احسن حل اني اعملها بايديا، ودي فايده الجلافز. شفتي بقى عشان ما ببوظش ايديا. برضه ستات بتتصرف في كل حاجه. بصوا هي طبعا بتبقى المفروض انها بتبقى اطرى من كده، بس مش مشكله احنا هنتعامل. وهنبدا بقى ان احنا الزبده دي ندهن بيها. طبعا لما تبقى طريه هتدهن بسهوله اكتر من كده بكتير، فاحنا هنبدا ان احنا ندهن الديك بتاعي كويس جدا. تمام تمام، من كل مكان. طبعا احنا هنكمل ده كله. اوكي انتي كملي. اوكي انا حسين منار، وهبتدي معاكم فقره جديده علشان نغني والفرقه تعزف لنا حاجه لطيفه، ونستقبل يا ستات احنا بنحب الرقص، وهيكون معانا ملك الفرفشه علشان نرقص ونهيص ونعمل حاجه لطيفه جدا نودع بيها 2018. تعالوا نستقبل مصطفى حجاج. هديه للمدلع، الدلع الدلع.
طلع بقى منورنا. الله يخليك. اتفضل. اقعد هنا؟ ماشي. ايه المكان اللي يعجبك؟ لا هنا ببقى مطقم قوي. واحلى اغنيه بحبها هي الستات لازم تتدلع، بس الرجاله يفهموا كده. يا رب الرجاله تفهم كده. لا هيفهموا ان شاء الله، هنتدلع وكل حاجه هتبقى جميله. يا رب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وانا سعيده جدا ان انت معايا في 2018 وهنبتدي معاك 2019. انا اسعد والله. طيب قول لي السنه اللي فاتت ايه احلى حاجه حصلت، وايه اكتر حاجه يعني كانت مضايقاك؟ نبتدي بالحلو الاول. الحلو احلى حاجه حصلت ان انا عملت اغنيه عجبت الناس. خطوه اسمها خطوه. حلوه جدا. ده انا بحبها، حب الاغنيه الحمد دي الحمد لله كانت حلوه وعجبت وبسطت الناس ونجحت الحمد لله يعني. وايه بقى الحاجه اللي زعلتك؟ انت مكشر كده. لا اللي زعلني كتير. لا معقوله والله يعني. زي ايه؟ ما هو احنا برضو يعني في شغلانتنا دي فيها ضربات كبيره بتحصل وما يعلمهاش حد غير ربنا يعني. طب ايه الموقف اللي ممكن يعني تشاركنا بيه كلنا كده؟ افتح قلبك بقى شويه، سعل قلبك. يعني حاجات كتير والله يعني، في مواقف كتير يعني. لا اكتر يعني حاجه بالنسبه في الافراح ولا في لا في حياتك انت الشخصيه حاجه. لا قعدت مع نفسك كده، رجعت كده وقعدت قلت لا انا هعيد حساباتي. هعيد حساباتي ديت لما في قرارات كده انا ابتديت اخدها في حاجات كتير قوي يعني. يعني انا كان في فتره الجيش حصل معايا حاجه كده الحمد لله. كان فتره الجيش قعدت يعني 17 شهر في الجيش مختفي تماما عن ما اتكتبش ان انت دخلت الجيش على فكره، يمكن في الاخبار واحنا بنعمل سيرش عنك ما لقيتش. لا هو اتكتب بس الحمد لله يعني اني ما يعني ربنا الناس ما حسيتش ببعدك بغيابي يعني. الحمد لله. وفي وقت كمان كان مهم جدا بالنسبه لي ان هو انا كنت منزل اغنيه نعناع كانت يعني مكسره الدنيا. خلاص انا ده الوقت بتاعي بقى اللي انا تنطلق منه. كده شاب بقى واشتغل وبتاع ودخلت الجيش. جه موضوع الجيش بس الحمد لله اتعلمت برضه حاجات كتيره جدا. الجيش ده حاجه جميله وبتفيد يعني. انا اي حد بيخش الجيش بيستفاد. صبر صبر وبيفهم في الناس ويعرف يتعامل ازاي وحاجات كبيره جدا. فالحمد لله يعني عدت حساباتي بقى بعد خروجي من الجيش بعد ما خلصت الجيش. حاجات كتير بقى قابلتني بقى، عرفت بقى مين بقى اللي كان بيسال عنك ومركز معاك. مين مش مركز. حاجات كتيره بصراحه يعني ما كنتش عمري هعرفها غير وانا في الموقف دوت. واديت واجبي الوطني وزي الفل وميت فل و14 ومعايا فرقتي الموسيقيه اللي مشرفه. ناس كتير خرجت من حياتك ساعتها. كم حد تقريبا قلت له باي باي؟ احنا لو هنقول كم حد مش هنخلص. لا اقول مش لازم اسامي، انا دايما ضد ان احنا نقول اسامي. يعني بس اشخاص يعني كم هو حد هو كتير. لا من المقربين، ما احنا اكيد في حياتنا مثلا 200 300 حد حوالينا، في منهم 10 دول يمسونا، فمن العشرة دول واحد خرج. لا 2 3 مش من 2 3 من العشرة. ما هي بقت دلوقتي بقت الموضوع ده بقى موضه دلوقتي. اللي ناس بتخرج من حياه ناس دي بقت حاجه عاديه يعني مش جديده يعني، ما بقتش تزعل والله يعني بقت عادي يعني. انت بقيت متعود على فراق الناس عادي؟ مش انا اللي متعود على فراق الناس، الناس بقى الموضوع ده بالنسبه لهم يعني حاجه عاديه. خلاص دلوقتي بقى وقت يعني العصر اللي احنا فيه ما بقاش متطلب اني خلاص بقى نتاثر ببعض قوي وانت سبتني وانا لا خلاص. الموضوع ده كان زمان. لا ليه؟ والله العظيم دلوقتي لسه بيحس ولسه العشره بتوجع، لسه في حاجات من كتير من الناس يعني. مش كتير يعني ناس ولا انت من كتر ما فارقت ما بقاش خلاص؟ انا ما فارقتش كتير على فكره. انا اللي بيفارق هو اللي بيفارق، انا ما بفارقش حد. يعني انت ما بتاخدش قرار ان هم اللي يخرجوا هم اللي بيخرجوا بس لوحدهم. انما انا زي ما انا والحمد لله رب العالمين. وفي ناس كمان يعني اما بيخرج من حياتك حد ربنا بيعوضك بحد تاني بيكون افضل. بيكون افضل وبتحمدي ربنا ان سبحان يعني بتشوفي بقى من خلال المواقف دي بتعرفي بقى ان فعلا في ناس حلوه. بس مش بالعشره، هو بيقولوا العشره في ناس بنعاشرها كتير واكتر ناس هي مؤذيه. ما بنبقاش عارفينهم. في ناس بتبقى جديده علينا بتبقى بتخاف علينا وبتحافظ علينا وعلى شغلنا وعلى شكلنا وعلى منظرنا وحاجات يعني. في بقى الموضوع بقى مختلف. مين اكتر حد وقف جنبك في 2018؟ الشخص اللي كسبته من 2018 حابب تقول له حاجه؟ انا هي اللي اكتر واحده وقفت جنب امي يعني. لا دي معاك من البدايه. بقى مش من 2018 بس لو عايز تقول لها حاجه طبعا اتفضل. كتير اصل انا هقول فلان وفلان وفلان دي بتبقى فيها حساسيه، انما انا اقول سيد حجاج، اقول فهمي حجاج، اقول اخواتي، اقول هاني محروس،
هقول فرقتي دي وقفت جنبي برضه وساعدتني واستحملوني جدا مع ان انا متعب معاهم بس هم اخواتي ناس كتير. جاكسون بتاع الصوت اهو. طيب عاوز تقول والدتك ايه؟ يلا علشان نبتدي. هقول لوالدتي كل سنه وهي طيبه وربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لنا وبدعاها احنا عايشين بس. طيب ايه رايك نغني لها حاجه؟ يا هي نغني لها حاجه؟ مش لازم يعني ست الحبايب. لا هنقول اللي هي بتحب اغنيه على اللي جرى يعني نقول من الكوبليه التاني كده. طب يلا على اللي جرى. يلا حبيبي متغربين احنا متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل متغربين احنا متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين يا ليل يا ليل يا ليل ما حد قال عنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا لا حد قال عنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك من اللي جرى بس اما تيجي وانا احكي لك علي خلصنا ست الحبايب والكلام ست على ست الحبايب ونوصل للقلب ونتكلم على علاقتك بالستات عشان احنا برنامج للستات دايما بيبقى فيه خناقه ما بيني وما بين احمد المذيع اللي معايا علشان ياخد حق الرجاله مننا ونعرف انت علاقتك ايه بالستات حبيب ولا مش حبيب بتدلع فعلا النعناع ولا لا علاقه يعني ربنا اللي يعلمها علاقه مفيش كده احلى من كده علاقه مفيش يعني هم حاجه ربنا يعني اتكلم عنها انت جيت نورت البيت هو انا كنت مستنياك تيجي على الريحه ولا اتفضل يا فندم السلام عليكم سلام سهلا وانتم طيبين ده شكله بيحب الستات جدا عامل ايه مع الرجاله طبعا طبعا مش مع الستات لا مع الرجاله والستات ايوه ما جمهور نصهم ستات لازم يقول كده كل سنه وانت طيبه يا استاذه وانت طيب انا جاي اسلم عليك اتفضل يا فندم انت منورنا هو بيقول دي علاقه جميله زي الفل انا لما سالته قلت له علاقتك ايه بالستات قال دي علاقه جميله فكده الموضوع مبشر بالخير انت شايف ان الستات نكديه ولا مفرفشه ومنعنشه هما معظمهم يعني نكديين قول الصراحه يعني وكده لا فعلا بس هما فيهم ليهم تفاصيل مش اي برضو راجل عارفها زي ايه بقى يعني مثلا لا ده دارس ده دارس الستات لا والله عامل دراسه يعني انا مثلا انا يعني ليهم برضو يعني انا لما اكون متجوز مثلا مراتي لازم اكلمها برضو في واحد ومراته لسه صاحيه ايه انت فين ايه الكلام ده برضو بيبقى بيبسطها لا الطريقه الاهتمام وفي واحد صباح الخير عامله ايه اخبارك ايه كويسه تمام عملت ايه الدنيا ايه على قد ما
على قد ما يقدر لازم يجي على نفسه عشان خاطر يسأل الكلمتين دول اساسا هم الموضوع. طب هم في الكلمتين هيجي على نفسه في ايه؟ والكلمتين ما في بقى ساعات بقى يبقى يعني ايه المتطلبات الحياه والضغوط النفسيه والحاجات كتيره بتبقى يعني ساعات الواحد ما بيبقاش يعني مش الواحد ما بيبقاش قادر فايق يعني. لك انا بقى انت تساليني يعني. في حاجات غريبه وبتاع لا هي الستات بتحب التفاصيل يا جماعه، انتوا مش فاهمين ان الست بتحب التفاصيل. ايوه احكي لنا. اهي منار احنا بنحب التفاصيل ولا لا يا منار؟ ايوه لكن انتوا ايوه قاعده جوه التفاصيل دلوقتي في المطبخ. هجي لك انا في التفاصيل. لا الرجاله دايما بالنسبه لهم هو انت بتتكلمي كتير ليه؟ انت بتسالي كتير ليه؟ هو حاسس ان هو بتكرري السؤال ليه؟ بكرر السؤال اساسا. انت كل حلقه وفي كل موضوع هتبتدي الستات نكديه نفس الموضوع، هي ده شغلهم الشاغل برضه. طب اسالونا سؤال جديد بقى، يعني هاتوا لنا سؤال جديد كده. لا انا كنت عاوزه اقول له ايه اكتر حاجه نكدت عليك في 2018؟ كنت عاوزه يعني اطمن ان مش ما بديش فرصه ان حد ينكد عليا قوي يعني. فعلا؟ ده كويس. دي بتبقى من برضه من شخصيه الراجل. انت حبيب بطبعك؟ يعني شخصيه الراجل ان هو قادر ان هو ينكد على نفسه، قادر ان هو يبسط نفسه، ينكد على غيره ينكد على دماغه وسياسته مع زوجته مع صاحبته مع خطيبته. يبسط نفسه ازاي؟ طيب قول لنا يبسط نفسه ازاي. يعني يبسط نفسه يكون اصل الموضوع ده بيبقى محتاج ترتيب يعني. الست يعني بيبقى محتاج تتعامل بترتيب ومعامله مهمه جدا يعني. لا انا حاسس، بص انا اقول لك على حاجه، انا حاسس ان انت الراجل ده يعني هو بيتكلم بس عشان احنا هو واضح ان هو عنده تفاصيل في حياته، هو عارف يظبط اموره ازاي يعني. الراجل ده ما يغشش الرجاله، يحط النقط على الحروف. غشش الرجاله ده بيصحى الصبح كده عارف بيقول ايه دي كده معناها كوبايه الشاي. انا ولا مش متجوز مش متجوز والله اساسا ولا مرتبط. لا مرتبط ولا تصريح ده دي بقى انت. لا 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 انا اتفرجت. انا متجوز. يبقى انت حاول انت بقى متجوز ومرتبط على فكره بمراتي. طب ده حاجه جميله. تخيل يعني انت مش سعيد في حياتك. انا احمد مش سعيد خالص. لا يعني مش مبسوط مع زوجتك؟ والله الحمد لله انا زوجتي ست كويسه جدا وست محترمه وربنا بتعاني يكرمها. انا بعاني من ستات تانية. في ستات تانية بعاني. مراته اختي فهو مش هيقدر يقول اي حاجة اساسا. اخد دلوقتي حقها واحنا قاعدين. خلي بالك هي تبقى اخت المدام. فعشان كده هي شايفة يعني من المنطقة، لكن في الاول وفي الاخر انت عارف الراجل هو مفيش غيره. لا بس انت بتقول ان انت مش مرتبط، انت طلعت من سنتين برضه في برنامج قلت مش مرتبط، من سنة قلت مش مرتبط، بقالك ايه كام سنة سنجل؟ بقالي سنين. جربتش يعني مفيش؟ ما يعني لسه ما ربنا ما أذنش. لا أكيد انت مش حابب يعني. مش حابب أصلي ما لو في حد. لا مش حابب أنا تقول لنا يكون حقيقي. لا والله العظيم لو في أنا ما أقدرش أنكر لو في بيني وبين حد حب ارتباط او حب طبعا. ما اقدرش انكره طبعا ولا اقول لا هتعلن بيه يعني لو في ارتباط. بس في فنانين كتير ما بيحبوش يقول ما يحبش يقول يعني عشان خاطر برضه ليه جمهوره وليه فانز بتوعه وليه محبينه خايف وفي على وفي فانز ممكن انا مثلا اطلع اقول انا مرتبط وبتاع في ناس تزعل يعني في وكل واحده بيبقى ليها طموح. ما يبقاش ما تبقاش من الفانز بتوعي. لا كل واحده بيبقى ليها طموح. لا انت فنان. انت فنان على فكره. انك انت تكون فتى احلامك. لا انت ليه يعني انت لازم تدي نصايح. انت فنان او ده عارف هو بيعمل ايه. قال لك بص شوف انا دلوقتي لو اعلنت ممكن واحده من الفانز تتضايق. الواحده بتفرق. لازم اراعي برضه طبعا مشاعر الستات. بس انا والله العظيم بجد مش مرتبط. مش مرتبط. طب يا ستات انا مرتبط بالشغلانه. يعني بالغنى بالمزيكا بفرقتي. طب ايه اكتر حاجه بتحبها في الست؟ لو شفتها تحس ان هي دي بقى خلاص يعني الست اللي هتكمل معاك كل حياتك. لا كتير والله. لا اختار حاجه واحده. اختار حاجه واحده بس عشان اكتر حاجه بتحبها في الست. طب قول لنا لسته كده 10 حاجات يلا. كتير يا دعاء. 10 يلا. ست بنت الناس اولا طبعا. هاديه مش بتتكلم كتير ما بتهزرش كتير. حاجات كتيره يعني. ما بتهزرش كتير؟ ليه؟ دي حاجه غريبه بس قوي. بس انت بتهزر وفي طبع شخصيتك يعني انت. هو انا اصلي مش هتبقى عمال على بطلها تهزر بقى مع هنا وهنا. لا بس انت مش عاوز بقى يعني حد. طبعا قلت لك ده مركز. ده مركز لازم يبقى في اصل دي تربيه يعني. خلاص حتى لو انت بتهزري تيجي قدامه ما تهزريش. تهزر معايا انا. تهزر معاك. ما تهزرش مع حد تاني. لا اكيد مش هتهزر معاك الا انت واصدقائك يعني. كده انما ده غيور طلع. احنا عايزين. لا احنا عايزين الضيوف. طلع راجل غيور كمان. احنا عايزين الضيوف تيجي كلها بعد كده رجاله. انت كل مره بتجيبي بقى في ستات يقعدوا يقولوا كلام غير ده. انا النهارده انا ما بتكلمش هو بيتكلم بصوت الرجاله.
انت عارفه تسالي سؤال؟ انا معاك يا ابو حميد ما تقلقش. والله انت تمام. مش عارفه كل الردود كده قفلاني. كل الردود اداك على طول. لا تغضب. قمت مديله على طول عارف طالعه مديله. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم نغني لوز مقشر. الله. عشان نشوف اللوز المقشر اللي هو بيحبه هياكله ازاي. ماشي. يلا بينا. عايزك تكشر تكشر وقشر عايزك يا حلو تضحك ومش عايزك تكشر يلا تدلع يا لوز وتعز علي يعوز دلي بقلبك يفوز ياكلك مقشر يا لوز وطعمك حلو اللوز المقشر في الدنيا والله بس الناس تعرف وتفهم انا بحب الفستق بصراحه انت بتحب الفستق؟ انا بحب عايش أحسن. وحيد كده لوحدك اللوز على جزيره لوحدك انت لو عايز تضايق واحده ست تقول لها قشري لي لوزه زمان فاكر في الافلام كانت تشوف كده الشعر تقول لها قشري لي اللوزه لا بس يعني دلوقتي استنى كلنا تقع امال زمان بقى اللي كانوا بيغسلوا كلها بورسلين دلوقتي كلنا مركبين فاول ما اللوزه دي تيجي تعرف ان طعم السنه انا لو اديتك لوزه دلوقتي خلاص باظ طيب قول لنا ايه اكتر حاجه لما بتشوفها في الست يعني بتحس انه هي دي الست العاقله اما لا ما هو البرنامج الستات ومحدش قال لك ولا ايه الكلام على الست بجد والله ده الفقرة اسمها هو ودودي هو الراجل في حياتنا ودودي الستات بقى الحلوين دودي كل الستات كل الستات انا بتكلم بصوت كل الستات اللي بيحبوني صنع احمر برضو هو لابس احمر وانا لابس احمر القلوب بتتلاقى والله سبحان الله ماتش جميل النهارده لا انت لازم تعرف انه جمهور اصلا البرنامج كله ستات والله مين اللي قال الكلام 90% ستات وال10% في من اطفال لا الرجاله اللي بيحبوا ستات اللي هيقعد عنده صبر يتفرج على البرنامج لا البرنامج جميل يا لا كمل ال10 حاجات اللي قلت اللي بتهزر ما بتحبهاش خد بالك مش قوي يعني ما بتهزرش كتير بتهزر معاك عشان انت راجل غيور ماشي طب ينفع تشتغل يبقى عندها طموح كده وكسر الدنيا ولا لازم تبقى ست البيت العقله الراسيه لا بس هو موضوع الشغل دوت يعني انا ما اقدرش اقول ينفع او ما ينفعش عشان في رجاله كتير ستاتها شغاله وفي رجاله كتير لا انت احنا بنتكلم عنك انت انت تحب هو الشغل اللي الست مش عيب ايوه بتحب ست البيت ولا بتحب يعني الست العقله يعني طالما في ثقه في الست خلاص ما فيش اي مشكله اصل كده كده يعني بتعمل اللي هي عايزاه طبيعي فاهماني طب ما انت طلعت نصير المرأة اهو لا ده راجل هو بقول لك عارف هيختار ازاي هو مركز ايوه هو مركز في اختياراته كده اتنين عايز تكمل الثمانية ولا احلى ثمانية هو لسه في ثمانية حلوين اساسا كفاية انا استنى انا اسألك انا سؤال قول لي انت ايه اوحش حاجة بتحبها في الست يعني اكتر حاجة ما بتحبهاش في الست هي ايه وبص السؤال طالع ازاي في الست
اكتر حاجه كده حاول تستمد الرغي اشوف ده كلام مفيد كده كده صن صن دون دون والدنيا عامل ايه طب ازاي فين انت لسه ما اتصلتش بيا ما بعتش عليا حاجات تفاصيل بس ده انا ببقى شايفه يعني وكيل النيابه اللي جواها كده بس ببقى شايفه الناس كلها بتشتكي من الموضوع ده لا هو انت يعني ما حبيتش زمان وفي واحده كسرت بخاطرك كده وحسيت انه طب ما اهو بس حبيته وانا صغير يعني طفل يعني يعني كان تقريبا بس وما زلت يعني بس يعني ايه هو حب بقى ايه ده حب من طرف واحد بس هي انا كنت بحب شخصه بس هي ما تعرفش يعني يا سلام والله ده حب من طرف واحد فعلا لحد دلوقتي ما تعرفش ان انت حبيتها خلاص بقى يعني طب هي اتجوزت اتجوزت ربنا يسعدها طب كانت مين بنت لا ما مين دي ما انا بقول لك هي ما تعرفش لا يعني هي من محيطك عائلي مش هقدر اقول جيران بقى دي حاجه ما ينفعش طب حبيتها وانت عندك كام سنه بيها. يعني حبيتها وانا صغير يعني عندي مثلا 10 سنين لغايه 25 سنه اوكي بعد كده بطلت تحبها مش بطلت بقى هو يعني هم ظروفهم وعيلتهم يعني هم كانوا مرتاحين ماديا جدا جدا انا مستوايا وعيلتي يعني على قدهم فهاش يعني ما كانش كلام يعني طيب احنا دلوقتي كمان هنعمل للناس نصايح ايجابيه ونعمل اختبار نفسي برضو لمصطفى ونشوف كده نفسيته هو احنا لازم نعمل اختبار للناس قبل ايوه انت نجم الحلقه النهارده ده انتوا اللي نجم الحلقه لا 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 الحلقه على شرفك النهارده بص يا مصطفى انت هيتعمل لك كل الاختبارات وهتتسال كل الاسئله اللي في الستات وكل الاسئله اللي بتعجب الستات من طرف الاستاذ ادعاء عشان تبقى انت عامل حسابك نبتدي بقى فقره الاستشاريه النفسيه امل محسن بس بعد الفاصل ولا تدينا نصائح ايجابيه يا ستات رجعنا تاني علشان نتعلم ازاي نفكر بطريقه ايجابيه في السنه الجديده ودي اهم حاجه يا ستات لازم نعملها وانتوا كمان يا رجاله علشان انا النهارده مش هقدر بس اتكلم مع الستات النهارده طبعا هتكون معانا ضيفتنا العزيزه الاستشاريه النفسيه امل محسن وطبعا نجم الحلقه لسه مكمل معانا مصطفى حجاج عاوزين بقى ندلعه نساله اسئله كده يتخض على طول مولي كل سنه وانتي طيبه كل سنه وانتم طيبين ويا رب سنه سعيده وجميله يا علينا وعليكم كلكم طيب. يا رب وعلى مصر والوطن العربي وعلى كل الناس اللي في العالم كله انا ببعت لكم كل الحب من قلبي والتفاؤل والسلام وازيك ازيك سنه وحضرتك طيبه انت طيب ربنا يخليك الله يخليك احنا عاوزين نبتدي الاول نقول للناس اللي بيشوفونا واحنا كمان هنسمع معاهم ازاي نفكر بطريقه ايجابيه كويس قوي قول لنا كده علامات حمراء بصوا بقى انا بدات الكلام ازاي بدات الكلام بالحب اقوى طاقه في الوجود هي طاقه الحب المدربين بتوعي بره مصر في العالم الاوروبي في الدنمارك بالذات بيمدوا علموني امضي ثانكس اند لاف الشكر والحب فالحب ده اقوى طاقه في الوجود عندهم الحب بيشفي من الامراض واول حاجه المفروض نعملها ان احنا نسال نفسنا قبل يعني كده ما السنه الجديده تخش علينا نقول كل واحد فينا بيسمعنا يقول ايه بقى انا شايف نفسي ازاي انا ادي نفسي كام من 10 باهم علاقه في حياتي علاقتي بنفسي هل أنا بحبها؟ هل أنا بقدرها؟ هل أنا مهتم بيها؟ هل أنا متفاهم معاها؟ هل أنا متناغم معاها؟ هل أنا باجي عليها؟ بالظبط هل أنا عايز تفهم معايا؟ بالظبط ومبهدلة مطلعة عينيها؟ هل أنا بخترع عليها؟ هل هي حزينة؟ احنا بنعمل كل أنا عن نفسي بهدلت نفسي كتير فخدت قرار إنه أنا غدرت نفسي كده برضه كتير وأنا وغرق نفسي كتير برضه عملت بنفسك إيه؟ عملت بنفسك إيه قبل كده؟ أنا ما عملتش حاجة بصراحة مدلعها يعني؟ عملت إيه؟ ما عملتش حاجة لسه أنت مدلع نفسك يعني؟ يعني نص نص؟ أنا عايش كده تمام انا مالك نفسي يعني قالت كلمتين الحب يعني ده حاجه الحب يا جماعه والله العظيم اقوى طاقه في الوجود والحب ده فعلا اهم حد علاقته نظبطها معاه هو نفسنا الاول لان انا لو انا ظبطت علاقتي بنفسي وتاكدت من ان انا بحب نفسي بطريقه علميه
اللي هو يعني ايه بقى يا جماعه بحب نفسي؟ عشان الناس تقعد تسال. احنا عايزين نعرف دي كتير بقى. يعني ايه بحب ويعني نفسي؟ ويعني ايه انه ده اللي هنحل بيه مشاكل كتير في حياتنا اللي جايه. لو انا عندي تقدير لنفسي فانا باخد بالي من صحتي، فانا باخد بالي من شغلي، فانا باخد بالي من مظهري، انا باخد بالي من من الرياضه، من الصحه، من التوازن، من علاقتي بربنا، من علاقتي بجوزي، باولادي، باصحابي، بشغلي، باي حد. لو انا علاقتي مظبوطه مع نفسي وبقدر ذاتي، تقديري لذاتي ده هو اللي هيخليني اظبط التناغم بيني وبين اي شخص اخر. عاوز اسالك سؤال مهم جدا. اسالي. في ناس كتير بيشوفونا حواليهم طاقات سلبيه كتير. وش كده وش كده وش كده وبعد اذنك. ايوه فنعمل ايه بقى؟ تقول لهم تاني نصيحه ولا نقول لهم ازاي يتخلصوا من العادات السلبيه؟ اهو بصي، هو سؤال مركب. مركب الف وب. ما احنا لو خليني اقول لك ايه ازاي نبعد عن نفسنا الطاقات السلبيه، ان احنا الاجابه فيها جزء من اللي انا قلته في الاول. لو انت لو ظبطت علاقتك بنفسك مش هشوف السلبي، هتبقى الويفز اللي طالعه منك بلغه الطاقه بوزيتيف، فبالتالي انت هتبقى قانون الجذب بتاعك شغال للناس البوزيتيف. لو انت الويف، لو انت بقى اللي جواك اصلا قبل ما تتهم حواليا سلبيات كتير، تاني اسال نفسك علاقتي بنفسي وافكاري ومعتقداتي عامله ازاي. انا ايجابي بنسبه، او انا متفائل، او انا باحسن الظن في الله بنسبه كام في الميه. لو الاجابه يعني في سكه النجاح اكتر من 60%، مش ممكن هتبقى بتتاثر باللي حواليك الوحش مهما كان، لان الويفز بتاعتك هتبقى اقوى تريليون مره. اما اذا انت كنت من جواك شخص يائس بتركز على المشاكل، يا جماعه اللي بنركز عليه بيزيد. انا بقالي سنين اقول كده، حاول تفهموا الجمله دي. قانون الجذب وقوه العقل الباطن والعلم كله اللي اتعلمناه واللي لسه بنتعلمه واللي لسه هنتعلمه هو كله في التركايه دي. قولي ايه افكارك ومعتقداتك، هقول لك حياتك عامله ازاي. فلو شخص قاعد كل معتقداته سلبيه، يعني هو عنده كتله ياس ماشيه على الارض، طب معلش يعني هيجيب لنا ايه؟ فعلا. يعني ايه اللي هيجيبه معاه؟ هيجيب كل الحاجات السلبيه. شكله معبي كتير وشايل على فكره. تليك سيشن بعد الحلقه. هديه مني برسمه راس السنه. بس منورانا والله دكتور. نورك، ربنا يخليك. يعني انا كنت عايز اسال سؤال في الجزئيه دي. حاضر. ان حتى لو احنا فعلا بنعمل اللي بتقولي عليه ده، في حاجات بتبقى اقوى مننا، في ظروف بتبقى اقوى. كلنا عندنا ظروف اقوى مننا. وفي الاول وفي الاخر اللي جوه المشكله ما بيبقاش عنده زرار بيدوس عليه ينهي بيه المشكله. خليني بقى اقول لك هنا تاني نصيحه، عشان اجابه السؤال في تاني نصيحه. اوكي. واجابه دودي في تاني نصيحه. كل العملاء اللي بتقولي بديهم انا روشتة بتاعتي، اللي هو يعني الحاجه الفاني اللي انا بعتبر روشتة دي حاجه فاني، ده ستايل اوف لايف. اول كلمه بقولها لهم الواجب بتاعكم ايه يا ولاد؟ قل ولا تقل. يا رهارة بقى تعالوا نعد كده وانتوا بتسالوني كام كلمة سلبية انت قلتها دلوقتي؟ انا قلت كلام سلبي؟ انا ما قلتش. هو اللي قايل. والله ما قلتش. هو اللي قايل. وقعتهم في بعض. وقعتهم في بعض. جايبة 800 من وراك. في الاربيز. انت قلت سلبي. اخر نصيحة. اخر نصيحة. قل ولا تقل دي بس نشرحها في اقل من ثانية. ان احنا نركز على المفردات الايجابية، ما نركزش على المشاكل اللي عندنا، ما نقعدش نقول بقى المشاكل اللي عندنا والحاجات الصعبة والحاجات الوحشة والضغوط اللي في الحياة اللي هي عادية وطبيعي يكون عندنا. لا يا جماعة مش طبيعي، احنا اللي شايفينها من الزاوية دي. نركز على زاوية ايجابية في الحياة. ثالث نصيحة والأخيرة لو أنت عايزة يبقى ده آخر كلام. بالظبط. ابتدوا بقى يعني عشان نبتدي سنة جديدة جميلة، ابتدوا ثقافة الملح والأحجار الكريمة وتغيير نظام البيت. حتى اللي مش قادر يعني يعمل حاجة، اشتري طقم ملايات جديد وفرشيه في راس السنة. اشتري زرعية ب 20-30 جنيه حطيها قدامك على الترابيزة. اعملي جو من الفرحة. اعملي جو في البيت دي للسيدات. وبرضه للرجالة يعني ساعد مراتك انقل الكنبة دي حطها الناحية التانية، وحتى الترابيزة دي كده. يعني اي تغيير في الانرجي بتاعت البيت بيعمل جو لطيف. احنا دلوقتي هنروح نكمل مع منار عشان نعرف بس الطبخة. طب انا عايز اقولها على نصيحة. طيب انا عايزها بقى هي تيجي معايا المطبخ. ماشي. ايوه ادالك في نصيحة بقى انا اديها لك. انا رايح انا معاك المطبخ. نعرف الطبخة الجاية. المطبخ النهاردة بتاع الرجالة على فكرة. يلا بينا. تعالى انا بقول لك احلى نصايح هناك. يلا بينا. يلا بينا. بسم الله.
منار الاكله. ايوه عاوزين نعرف الاكله الجديده. المقادير هنحتاج لفه جلاش تمام، وهنحتاج نص كيلو لحمه مفرومه وحوالي كوبايه كبيره من الموتزاريلا، وهنحتاج حليب وبيض وبس كده، وطبعا زبده عشان ندهن بيها ورق الجلاش. دي كل الحاجات بتاعتنا. احنا هنسيب منار تطبخ وهنطلع لكم فاصل، ونرجع بعد الفاصل عشان نستقبل دكتور رامي العناني استشاري جراحه التجميل. استنونا. يلا رجعنا لكم تاني علشان نكمل فقراتنا، ولسه مكملين حلقتنا والاحتفاليه اللي احنا عاملينها. ودلوقتي هنرجع لمنار تاني المطبخ واحمد علشان تقول لنا دلوقتي المقادير والوصفه ازاي هتتعمل. الطريقه اللي بنعمل بيها الرول بتاع الجلاش، احنا كده خدنا الجلاش كل ورقه وورقه. كل اللي انا عملته في الفاصل اني دهنت بين كل ورقه وورقه من الجلاش زبده، وانا فتحت ورقه وورقه، هو فكلي الورق كله الشهاده لله وساعدني واداهم لي ورقيه ورقيه وحطهم لي على طول. بس كده ده كل اللي احنا عملناه، ان احنا دهنا ورق الجلاش. هنتبل اللحمه بتاعتنا، دي لحمه مفرومه. اوكي هتبلها بس ملح وفلفل وتوابل لحمه وزعتر فلفل اسود وشويه من الملح. ايوه اوكي. وبعدين هنقلب كل التوابل دي مع بعض مع اللحمه كويس. انا مش حاطه بصل، مش حاطه اي حاجه خالص للحمه، ومش هعصجها. ممكن نحط للناس اللي بتحبش نكهة اللحمة قوي، ممكن تحط بصل بودرة. أنا بحب بصراحة طعم اللحمة زي البرجر واللحمة بناكلها دايما برة، مش بيضيفوا اللحمة أي حاجة غير ملح وفلفل. أيوه. وده اللي بيخلي النكهة بتاعت اللحمة الاختيارات حلوة وبقى. وانت بقى براحتك عايزة تضيفي أي توابل انت عايزاها للحمة، ضيفي توابل لحمة، جوزة الطيب، كله تمام. تمام كده نحط دي على جنب. وبعدين هنحط هنا اللحمه بتاعتي. معانا انت يا مصطفى في الموضوع، خلي بالك بينفع، يعني بينفع في اوقات كده بنحتاج احنا نعمل. أوكي. كل الرجاله ما بتعملش غير صينيه بطاطس، حاول تتعلم ولا اي حاجه. على فكره بعرف اطبخ، هتفرق والله العظيم. تطبخ ايه؟ انا اول ما دخلت اكتر سؤال يجي لي على فكره لما نزلت المطبخ. اي كلام بتعرف تطبخ؟ كان اكتر سؤال يجي لي اللحمه هتستوي من غير ما نعصبها. كده لازم تكون لحمه بتستوي. بقول لك يا مصطفى لا لحمه تستوي عادي جدا. ما تقولش كده، ما تشمتهمش كده والله العظيم. لا احنا عندنا حاجه حصري دلوقتي في مطعم ان شاء الله. بجد؟ هتعمل هتعزمنا في الافتتاح؟ طبعا. يعني اوعى تنسى رقمي. لا والله العظيم دودي اول المعزومين. والشيف هيجي بنفسه هو اللي يدي التست. شرف ليا والله بجد. انا هنا بس عايزه اوضح، انا بس ضفت الموتزاريلا فوق اللحمه، وبعدين هبدا الف رول الجلاش بتاعي بالشكل ده بمنتهى السهوله. شايفين؟ مفيش اي يعني مجهود ولا تعب ولا حاجه. وبصوا ما خدتش منا دقايق دقايق. وبعدين احنا لو عندنا هنا زوايد هنشيلها بالسكينه. اوكي ورق عنب بقى علشان بس يبقى شكله مظبوط. وهنحطه في صينيه ونحط عليه البيض واللبن وندخله الفرن على حراره 180 لمده من 20 ل 25 دقيقه، واللحمه هتستوي والجلاش هيستوي وهيبقى مقرمش زي ده كده، وهيبقى زي الفل عادي. هنفتحه بالشكل ده كده. ده سهل قوي التقطيع، يعني عارف لو قالوا من الاول. احنا بس بنفتح له مكان ندخل اللبن الحراره والبيض والحراره ويستوي. صح يا دكتور؟ برافو عليك يا دكتور. الدكتور هنا شاف تانية معايا. طيب احنا هنسيبك تعملي الجلاش، وهنبتدي دلوقتي الفقره اللي انا وعدتكم هنبتديها قبل الفاصل مع دكتور رامي العناني استشاري جراحه التجميل، ونشوف بقى هنعمل انا ومصطفى ايه معاه. هنشوف، يلا بينا. دكتور رامي اتفضل. انا هقوم افتح له الباب. يا دكتور في اهو الدكتور فتح لوحده. عندك يا دكتور منورنا، ما ينفعش السنه الجديده تبتدي من غيرك. طيبين يا جماعه؟ منورنا اتفضل. منور. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ حبيبي ربنا يخليك. اتفضل. دكتور رامي انا بشكرك وسعيده جدا ان انت معايا على مدار 4 سنين. دايما بنقول للناس كل حاجه جديده، وانا حقيقي فعلا حابه قوي في الحلقه دي، يمكن لاول مره بقولك الكلام ده، ان انت دايما معانا ودايما بتدعمنا وبتاخد من وقتك ومن عملياتك. وهو كان عنده عمليه ويعني السواق كان مستنيه تحت المستشفى، فانا بشكرك جدا. والنهارده معانا راجل، واحنا مش كتير قوي بيبقوا معانا رجال بالظبط في البرنامج، بس الفنان الجميل مصطفى حجاج
بيحب التجميل بس بيقول لي بخاف، كل الناس بتخاف، ده انا سمعت حاجه قديمه يعني. انا مبسوط جدا جدا طبعا مع مصطفى جدا، هو نجم. انا مبسوط قوي ان انا شايفه، انا اللي مبسوط بيك. ولسه كنا بنتكلم من قبل الهوا دي، انا اغاني نفسي معجب بيها جدا، ربنا يخليك. كل شويه اعرف ان هو برده اللي بيغنيها، يعني طبعا مشهور وكل اغانيه معروفه، انا كمان يعني حاجات انا بحبها على المستوى الخاص لقيته هو كمان اللي بيغنيها، فيعني انا سعيد طبعا ان معاه. شرف ليا والله. الله يخليك حبيبي، ربنا يخليك والله. وطبعا دعاء، انا كل سنه طيبه الاول. وانت طيب سعيده. اكيد انت فاهمه احساسها قوي لما بقول لك كل سنه طيبه، ان احنا لسنين طويله ومن قبل الاربع سنين كمان. ده حقيقي. احنا اربع سنين على قناه النهار، ومن 2011 في برنامج جيل قديم، وطبعا دكتور امل محسن علشان كل واحد ياخد حقه، هم الاثنين بقى لهم سنين معايا. واحمد. لا احمد معايا من الطفوله. يعني عارف حضرتك اتفضل معانا. 25 انا جاي لكم. انت جاي لنا 25 سنه على طبقه على انفاسه. والله يا دكتور رامي انا مبسوط ان انا قابلتك يا حبيبي، ربنا يخليك. دايما بنتقابل ورا الكاميرا. انا بنتقابل ورا الكاميرا اول مره. ازيك يا دكتور حبيبي؟ انا اتشرفت جدا. كل سنه وانت طيب. وانت بصحه وسلامه يا حبيبي. والله انا عندي سؤال فعلا نفسي اساله لك بجد مع دودي بقى. بالنسبه لحضرتك دكتور كبير جدا في التجميل، انا بس عايز اعرف الشعور بالنسبه بقى للي داخله. انا اصلي مناخير، عايز اعرف ايه الاحساس، يعني لما واحده بتيجي كده عندها مشكله في السن، عايزه شويه كده. وممكن يجي لحضرتك برضو كدكتور واحد عامل حادثه ولا حاجه، بتعمل له وش جديد لا قدر الله، احكي لي بس عن الشعور ده. بص، هو طبعا يعني مجال التجميل، انا على مستوى الشخصي انا هتكلم عليا انا كمان، بخلاف طبعا اكيد دكاتره زمايلنا بتوع التجميل برضو بينطبق عليهم الكلام ده، بس عندي الموضوع زياده شويه. الفكره في الحس الفني، فكره ان انت يبقى عندك حاجه وشايفها مثلا فيها مشكله، فيها حاجه اعوجاج معين مش مظبوطه، فيها تشوه، فكره ان انت حتى وانت قاعد كده مثلا بتقول ايه، لا دي عاوزه تتظبط اكتر من كده، دي يعني احساس من جواك. بخلاف الطب ده لازم يبقى موجود عند دكتور التجميل، اللي هو بيسموه الشخصيه البرفكشنست، اللي هو عاوز يبقى كل حاجه مترتبه وشكلها كويس. بس في حته برضو هنا فيها يعني معضله شويه، خلقتنا طبيعيا مش بالورق والقلم. يعني دايما اقول للناس ان احنا، عارف كمان مصطفى، احنا نصنا كده مش زي بعضه. لا طبعا، ده خلقت ربنا كده، فلازم يبقى ايه الفكره دي موجوده دايما جوه دكتور التجميل. لما ان الجنب اليمين غير الجنب الشمال، الجنب الشمال ونات ميرور ايمج، هو مش نصين باصين لبعض في المرايه. وده على فكره مش على مستوى الشكل، على مستوى حتى اجهزتنا الداخليه في كل حاجه، هم مش نصين، متطابقين في اي حاجه. فطبعا لما حد بيجي لك بادئ ذي بدء لازم تحلل الناحيه النفسيه. خلي بالك احنا على المحك طول الوقت، واحنا بنتعامل في التجميل ان في ناس كتير بيبقى عندهم حاجات نفسيه بيسقطها على شكله. بيجي يقول لك ايه، انا متضايق وحصل له مثلا انعزال، مثلا مش قادر يتكلم وينخرط قوي في المجتمع، ومتخيل ان الانف مثلا عنده هو المشكله، مع ان ممكن. ويجي يقول لك انا عاوز اعمل مناخيري وفيها، وتبص للموضوع هي الازمه كلها في الحته، وتلاقي ان مشكلته في الاخر عباره عن يعني قرص صغير كده ممكن ياخده عند دكتور نفسي يهديه نفسيا، وهيبقى رخيص جدا الموضوع وما يعملش اي حاجه. طيب انت يا مصطفى بقى، الرجاله دايما بيبقى فكره التجميل بالنسبه لهم التجميل ده للسيدات مش للرجاله، بس يمكن علشان انا في المجال ده مع دكتور رامي من كتير قوي، فلا حقيقي انا لما بروح عندك العياده بشوف انه 40% رجاله، مش ده حقيقي. ده حقيقي، ليهم نفس برضو الرجاله، ليهم يعني نفس يخافوا على شعرهم على بشرتهم. يعني مش معنى كده انه هيكبر شفايفه بالظبط او يعمل يعني بوتوكس. الناس فاهمه غلط برضو، يعني موضوع التجميل كله محصور في حته اروح انفخ شفايفي واعمل حواجبي، والناس مش فاهمه. يعني الناس طبعا الموضوع ده مش حقيقي، ورجاله كتير جدا جدا فكره انها تحافظ على شكلها وتحافظ على حاجات كتير. في رجاله بيعملوا حاجات في وشه يعني طبعا، في هنا مثلا هنا يجيلك ناس. لا هو مش معنى لازم مثلا راجل فيعمل هنا طبعا، يعني وجه نظر وراجل وراجل يعني هما الاثنين يعملوا مثلا الحته دي عامل لا ما هو لا عامل كده لا المغالاه في الحاجات دي غلط. ربنا خلق الراجل راجل صح كده والست ست صح. لكن هو مش الفكره ان الراجل يعني انه يهتم، وفي كتير جدا مننا ممكن تلاقي واحد يعني مثلا في العشرينات شكله في الاربعينات، هو ده الطبيعي صح، وده مش طبيعي ارهاق. وخلي بالك كمان المجال بتاعكم، عشان احنا بنشوفهم كتير، ومع دعاء دايما شغلنا كله بيبقى في حاجات ليها علاقه بكلام زي ده، بتلاقيهم كتير قوي بيتعرضوا لحاجات اجهاد، اضاءه، حراره، حاطين حاجات كتير مثلا صح على وشهم. وانا عاوز اقول على اكل غير صحي، يمكن الفنانين بره زي توم كروز مثلا، رغب علامه، في ناس بيبرقوا لسه لحد دلوقتي من سنهم، بس هم محافظين. لازم يحافظ طبعا، نوم السهر ما بيسهرش، بيصحى بينام بدري، بيصحى بدري، بياكل اكل معين،
ما ردتش انت برضو على السؤال. على ايه؟ انت انت هتعمل تجميل ولا لا؟ انت ربنا خلقني الحمد لله يعني مش لا بس مثلا بشرتك السؤال في حد ذاته يا دعاء بجد يعني في الاول كده لاي راجل صادم طبعا تعمل تجميل اكيد مش هعمل. لا مش هعمل. الناس طبيعي لازم يرفض الفكره طالما ان هي واصله للناس بشكل ان ايه انت راجل هتعمل تجميل يعني انت هتعمل زي الستات على طول بتاخدها كده وده مش حقيقي. يعني انت لما بتتكلمي دلوقتي مثلا على ناس اجانب مثلا لا ما كلهم عاملين تجميل اصلا. طبعا ايوه فعلا بكل الاسامي اللي انت قلتيها اسامي ده بيعملوا ايه؟ لا هنرجع نقول تاني فعلا بجد؟ طبعا انت كدكتور بتقول فعلا ده عامل يعني انا بشوف ناس كده بقول لا مستحيل طبعا ده بياكل خضار مش لا 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 انت مش لازم اللي هيشوفه طب ما انا باكل مفيش حد كده يعني معلش يعني فكره ان انت واحد تلاقيه معدي ال 60 محافظ على نفسه كده ده مش حقيقي ليه في اجهاد بيحصل للخلايا والملامح وحاجات كتير جدا لو انت سبتها بدون ما تدعمها بحاجات تجميليه مش لازم تدي شكل ان ناتشرال او تدي شكل غير طبيعي او فيك او واحد بيتشبه بالستات او ده مش حقيقي في تجميل برانش لوحده كده برانش لوحده فرع للتجميل ازاي بيتعمل للرجاله بحيث ان انت مش لازم بقى زي يعني مصطفى يقول لك ايه طب هو يحدد هنا طب بيعمل هنا طب بيعمل نغز أيوه. طب طبع حسن اكيد لا ده مش بتاع الرجاله يا جماعه بيعمل ايه بقى حاجات بقى كتير بمعنى رقم واحد حتى شوفي الايتم البسيط اللي احنا بنتكلم عليه مثلا بوتوكس مش كل شويه بنتكلم ستات يقول لك البوتوكس بالنسبه لهم عامل زي البيبسي كده على طول بيتعمل ده على طول ده على الريق في بوتوكس للرجاله يبقى شكله راجل ده بقى دكتور البوتوكس ده الخطوط بتظهر وتجاعيد في الوش مش معنى كده ان انت لو راجل بيعمل حاجه زي دي انه هيبقى عامل زي الستات بس هيفرق جدا في حياتك لو انت عمرك 20 و30 والحاجات دي بتزيد معاك مع الوقت قوي هتلاقيها بتنحسر وما بتبقاش بالتتابع الزمني وبتضاعف وتبتدي يظهر عليك السن واثار الشيخوخه بدري فهو كل حاجه في التجميل لو اتطبقت صح سواء على رجاله او ستات ما انت بتشوف ستات بتقول شكلهم مالهم بقوا كلهم بلاستيك كده بس في اضعاف اضعافهم عاملين ناتشرال وانت مش حاسس بيهم وشايفهم بتقول ايه الله شوف بدي على طول حلوه ازاي ومحافظه على نفسها ازاي وكل الكلام ده مفيش حاجه اسمها كده لو اتثابت من غير تجميل صحيح الكونزرفاتيف التحفظي لازم هتعجز لو هي لازم كنا نقول له صورته زي عقرب الساعه بعد 40 سنه كلهم كانوا في بدايه الصوره يعني الفقره دي كانت محققه الحمد لله مشاهده اول ما شفنا نفسهم قالوا لا نبتدي من دلوقتي بس هي ال 40 سنه دلوقتي ما بقتش تجاعيد يا مصطفى يعني في ناس عندها 40 سنه شاب 50 سنه وفي في ناس على احنا بعد ال 40 سنه حتى بعد ال 40 بالنسبه للناس محتاج بوتوكس لا بالنسبه للستات انما بالنسبه للرجاله بالنسبه للرجاله يعني انت تتكلمي مثلا في كلام بعد ال 50 اما بالنسبه للستات ممكن تبتدي من ال 30 لو عايزه ما عندهاش مشكله لا بس مش من ال 50 من 30 تبتدي انت بتقول معلومات مغلوطه صح دي معلومات مغلوطه صحيح البنات بتروح في التجميل من ال 20 كمان فيه طبعا التجميل يا جماعه لا لي عمر ولا جنس انت بتتكلم على حاجه برضو المفهوم الخاطئ بتاعنا ان احنا هنعمل تجميل احنا هنغير البني ادم لبني ادم تاني او واحده هيبقى شكلها حاجه تانية ده مش حقيقي وده اصلا التجميل الغلط احلى حاجه خلقت ربنا بس ازاي انت تظهر الحاجات دي بمعنى انت الفكره رقم واحد بتحافظ والمحافظه دي حد ذاتها في حاجات تجميليه كتير بتحافظ بتحافظ عشان ما يحصلكش زي ما قلت من شويه علامات الشيخوخه بدري ده كلام ده كلام حلو ده كلام طبيعي جميل. انت بتحافظ على حاجه علاجيه مش حاجه تجميليه حاجات علاجيه عزمه الاخيري هنا لما مثلا لما بنوصل ده. على فكره وهي بقى السينما اللي بوظت دماغ الناس بقى حاجات الناس مفكره والله العظيم ان التجميل ده انا فكرت على مناخيره هنا ويجيب ودنه هنا صعبه الكلام كل الكلام ده مش هو اللي احنا انت عشتي زي معانا عقود يعني في الحاجات التجميليه والفكره بالنسبه لنا في الاخر هو تجميل حتى لو هنعمل تصليح انت قلت حاجه كويسه جدا كمان فكره ان انت واحد مثلا لو جاي وعامل حادثه طب ما هنقول حاجه تانية هو مش في ناس كتير مننا بيتولدوا وبيكبروا وعندهم مشاكل معينه عارفينها وساعات على فكره ثقافه مجتمعيه عندنا ورجاله وستات ممكن يقول لك ايه لا عيب لا ما روحش لا ما سويش والكلام ده ويعيش طول عمره بالمشكله اللي عنده اللي مضايقاه اللي بيشوفها في عين كل واحد قدامه وهو بيكلمه بالمشكله اللي عنده وليهم يجوا لي بعد فترات طويله بقى ان لا بقى انا خلاص مش قادر امسك نفسي اكتر من كده ولازم اصلح ودني لازم اصلح مناخيري أيوه. حاجات المشاكل اللي عندي في جسمي فانت ضد الكلام ده يا مصطفى لا لا انا عاوز اقول لك انت دلوقتي تقول دي حاجات لا دي حاجات علميه وحاجات بتتعمل بس لما تتعمل حضرتك انت قلت لما بتتعمل صح طبعا بتبقى باينه حلاوتها ومش باين ان معمول تجميل ولا ما في حد بيبان تشوفه
باين ان في حاجات معموله وخارب الدنيا. صح في واحد ممكن يجي، في واحد فعلا حاجات بتتعمل مش باينه وبتبقى حلوه وشكلها جميل صح كده، ومش باين ان في تجميل. دي شطاره العمليه، نجاح العمليه لاي حد بيعمل تجميل ان ما يبانش ان هي عمليه. بص انا هقول لك على حاجه مصطفى، صراحه حتى للدكتور ولاي حد، لو في حد عنده حادث او عيب او شيء، مش عيب انه يصلحه، لكن هو فعلا انا كراجل، انا بتكلم بقى كراجل، ما ينفعش اروح اقول انفخ لي شفايفي وصغر لي. لا طبعا، لا هو في راجل بينفخ شفايفه، هو مفيش حد بيعمل كده. اه لا مفيش، مفيش على فكره. لا في، لا ده بيبقى عندهم مشكله نفسيه، في روح عامل لي طبع الحسني من هنا، وفي روح عامل لي مش عارف. لا خلينا نكون عشان بس برضو يا جماعه والله نقول كلام صح، يعني مش معنى مثلا انت بتقولي مثلا في رجاله بتيجي تجميل 40% بيجي تجميل ان هم عاملين كده. انا اقول لك حاجه اكاد اجزم لك، يعني ان انا تقريبا الفكره اللي بيقولها ان يجي راجل يعمل الحاجات دي، يكتب الحاجات دي، انا تقريبا ما شفتهاش في كل 10,000 حاله نص حاله. يبقى احنا بيتهيألي مفيش حاجه. انت بتهيألي واحد عامل كده. اكتر عمليه جت لحضرتك غريبه الراجل، يعني غريبه من نوعها مع حضرتك. طبعا بتجي لك حالات انت بتبقى هو في حاجات كتير جدا انا بالنسبه لي برفضها. ايه بقى؟ بمعنى يعني على فكره الكلام بقوله ده مكتوب في المراجع العلميه، يجي لك مثلا مبدئيا تجميل الانف في الراجل ده لازم يبقى مدروس جدا، يعني لازم يبقى في مشاكل معينه انت شايفها مكتوبه كده بالايتمز عشان توافق تعملها. ده لو انت دكتور بتحترم مهنتك، لكن لو جالك اي راجل كده بيقول لك اعمل لي مناخيرك، غالبا لو ما بينطبقش عليه كرايتيريا كده شكل معين، ده اصلا مش المفروض تعمله، ان هو عنده مشكله نفسيه. يعني الراجل مش بسهوله يروح عشان يعمل عمليه تجميل انف، الا مثلا على سبيل المثال انت ممكن تلاقي راجل عنده العظمه دي كبيره جدا فعلا، دي مش محتاجه بقى دي مشكله. طبعا يا جماعه معلش احنا مش ممكن، هو احنا عايزه مبرد او والله عشان يشيل العظم، يعني احنا بالنسبه لنا هو في حد في الفرقه فالناس بتضحك علشان في حد تقريبا عنده مش عايز ايوه فهم بيضحكوا عشان كده. اقول لك حاجه، في راجل مره جالي عنده مناخيره الفتحه الواحده ممكن صباعين يدخلوا فيها، لا اله الا الله، خلال حجم قد ايه. احنا زي ما ممكن لا قدر الله بني ادم يتولد بقلب في ثقب، مش دي برضو خلقه لازم يتصلح؟ انت ممكن تتولد بمشاكل معينه. احنا هنا علشان نفهم الجمهور ده كان عايز بقى خياطه ونغير الثقافه دي انت كل ربنا يكون بصراحه شغلنا برضو مسؤوليه كبيره جدا. طبعا طبعا لو احنا هناخده وهنغير له فكرته مسؤوليه فعلا بجد. بس يعني بس بره مصر على فكره الموضوع ده عادي جدا، يعني انا بشوف ده بره. مش مناخير يا دكتور، احنا لسه مكملين سهرتنا وهنكمل كل التفاصيل، ولسه معانا دكتور رامي، ولسه معانا الفنان الجميل مصطفى حجاج. نسمع ايه؟ طب احنا نقول، احنا نقول له وفجأة اكيد اتقالت طبعا. نعناع اتقالت، دي خساره. بقول لك يا مصطفى، رد بقى على كل الانتقادات في اغنيه 100 وش. ايه رايك؟ اه 100 وش. ليلي ليل يا ليل يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار لي بري وانا ارسى عليه امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي بري وانا ارسى عليه امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي بري وانا ارسى عليه اكدب عليك 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 واكدب
عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسة اكدب عليك اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك ايوه اكدب عليك لو قلت نسيتك همسة اكدب عليك لسه حبيبي ولا حبيب عشان حبيبي انت حبيبي يا لسه حبيبي ولا حبيب عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي معاكم بسهرة مختلفة وبنودع 2018 علشان نستقبل معاكم 2019 في برنامج حكايتك مع دودي. ودايما يا ستات تبقوا متفائلين ومبسوطين. وطبعا نجم الحلقة معانا مصطفى حجاج ومعانا دكتور رامي العناني ومعانا خبيرة الأبراج مايا ناجي وكمان الشيف اللي النهاردة عملت لنا حاجات تجنن منار. وكمان طبعا مش هقدم أحمد، هو يقدم نفسه. مش عارف أنا آخر واحد بيقدم هو يقدم نفسه ودخل دخلة عادية خالص ختامه ومسك بس المذيعين مش بيقدموا بعض. جاي انا النهارده طبعا احنا بنسمع السنه الجديده على الابواب، عاوزين برجنا نعرف البرج الصاعد والبرج الطالع ونعرف كمان المستقبل في السنه الجديده ايه. بس احنا دايما او انا عندي فكره انه بلاش نعرف اللي في الغيب، علشان لو احنا قلنا لكم ان برج العقرب عاطفيا والله ملوش حظ السنه دي، فاحنا هنبقى مركزين قوي ان برج العقرب منحوس السنه دي. فاحنا بلاش نقول الحظ او المستقبل ايه، احنا هنقول لك كل برج مشكلتك ايه عشان تحلها تبتدي السنه الجديده بقى كلكم كده متفائلين ومتالقين يا ستات ويا رجاله عشان ما تزعلوش مني. هتقولي لنا بقى اول برجين نبتدي. احنا قبل اول برج دايما هو برج الحمل. والله بجد سيد الابراج، هو كل ما هو عظيم هو برج الحمل فعلا. نبتدي ببرج الحمل. شفت بقى الدخله انا اتخضيت عشان احمد ما يزعلش. نبتدي بس الحمل راجل ولا ست عشان بتفرق؟ لا راجل عشان ما يزعلش. الحمل راجل عنده مشكله يعني يمكن دايما بيتكلم او بياخد قرار قبل ما يفكر. متسرع جدا. حتى في يعني ممكن يخسر ناس بسبب ان هو لسانه على طول قبل تفكيره. كمان قراراته ما بيتأناش فيها. لو حاجه ضايقته ولا عندته يقلب الترابيزه ويقوم. طب ما انت كده خسرت شغلك، انت كده خسرت اصحابك، انت خسرت ناس حواليك. فهي دي مشكلة الحمل، لازم يفكر، لازم يعقل. ما هو انا مش هطلب السنة الجديدة 2019 تبقى تنزلي ذهب يعني. لازم احنا من نفسنا نغير في نفسنا الأول وبعدين إن شاء الله التوفيق من عند ربنا يعني. طيب الحمل مع الستات، إيه أكتر برج يلق له؟ الحمل يلا نديله حاجة حلوة. كست صعبة. لا برج الحمل ينفع مع برج إيه من الستات؟ برج الحمل كراجل ينفع إيه مع الستات؟ هو برج الحمل عامة مع الستات صعب. يعني عايز حد هو أصعب برج. صعب جدا. تقيل في نفسه. لأنه كمان مش يعني ما عندوش حتة الارتباط الكوميتمنت اللي هو خلاص أنا مرتبط.
يعني دكتور يا دكتور اشهر سنجل بتحس ندمت على اليوم اللي سالت عليه. لا انا بسحب السؤال يا دكتور. لا كملي ده انا مبسوطه قوي. لازم اكمل لان يعني ما عندوش غالي، ما عندوش عزيز في العلاقه فعلا. لو واحده ما عملتش اللي هو عاوزه او تحكماته او انا بقول كده يبقى كده، ما فيش غير كده، ما عملتش كده هيسيبها. ف يعني ما تتدلعيش عليه. انا بنصح الستات المرتبطه بالراجل حمل ما تتدلعيش عليه. ايوه حلوه، هيسيبك. حلوه النصيحه دي. يعني طيب الست الحمل عشان ما نزعلش برضو، يعني نبقى ماسكين البرج، راجل ست، راجل ست، ست الحمل. ست الحمل قويه زي الراجل كده، بس ست الحمل ليها دخله يعني طيبه حنينه، بس مشكلتها ان هي شخصيه جامده، فالرجاله بتخاف منها، تقول دي ارجل مني دي. فيعني لو انت عايزه ترتبطي، لو انت عايزه ترتبطي خليكي فلكسبل، يعني عندك مرونه. الشده وال يعني حده الشخصيه، مهما كان الراجل قوي ما يحبش الست تبقى اقوى منه. ده حقيقي. ده طبيعي. فهي ست الحمل قويه وممكن تعيش من غير راجل. يعني الراجل والست الحمل بصوا عاملين يعني الواحد يبعد عنهم احسن. جنان جنان. بس على فكره كاصدقاء حلوين جدا ومخلصين، مش خاينين. يعني هي الست دي ب 100 راجل، يعني ممكن تلاقيها لابسه جزمه كوتشي وطالعه بتعمل حاجه وما تهتمش بمظهرها قوي، مش انها مهمله في نفسها، لا عمليه. طيب نسال دكتور رامي ومصطفى، هما الاثنين طلعوا برج الدلو. الدلو 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 دي بقى الدلو 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 حماده بعد انت بتقول لي الحمل في الشهر كام؟ برج الدلو برج الدلو الحمل في الشهر كام يا راجل؟ برج الدلو كان احلى. هو 1-2 وانا 7-2. طب يعني 5 ايام مش فاهم. هو الفرق مش كبير قوي، بس يعني يمكن حضرتك فيك مرونه شويه عنه. ايه انا انت صعيدي انت عنيد او عنيد كده. عنيد اكتر منه. طب وايه الفرق عشان 5 ايام دول؟ لان هو واخد من اول 10 ايام في البرج، فبتبقى دايما يعني لطش شويه في البرج اللي قبله. برج الدلو ده قصه، لانه اولا هو كصديق جميل جدا، دمه خفيف، بيحب الخروج جدا، بيحب يهتم بنفسه، بيحب. بس هي بتدلعهم دلوقتي، بتدلعهم. معلش الوحش الحمل هو اللي كان وحش قوي. دبلوماسيه 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 عشان هم قاعدين جنبها، لازم ينبسطوا الاول بعد كده. لسه في صدمات بعدين كله جاي. لا دلو ما فيهوش مشاكل كتير قوي، نسمع بقى نفهم منها. لا خليها تسكت، لا ده كله مشاكل، ما اثرش عليه. الايجابيات دلوقتي، الايجابيات ان هو زي ما قلت لك بيحب الحياه، بيحب الخروج، بيحب الاصدقاء، بيحب ياخد باله من مظهره جدا، بارفانات، بيحب البارفانات قوي، بيحب يبقى مميز، بيحب يبقى له طله في اي مكان بيدخله. ده لازم، ولبس شيك، ويعني ما يحبش يكرر لبسه، يهتم بشعره، يهتم ببشرته. يعني نادرا لما تلاقي راجل بيهتم بالتفاصيل، تقولي ايه ده انت بتعمل ماسك على وشك مثلا يعني. انا بحب اهتم ببشرتي. هو برج كريم كمان، راجل الدلو كريم. انت طلعت بتعمل ماسك اهو. لا ابدا اهو. توقعات دي ولا مش توقعات؟ تعرف اكتر منها بقى؟ انت قلت لا او تجميل من شويه. تنظيف بشره ولا اي حاجه؟ لا بس مش يعني مش على طول. سخنه فوطه بارده اكيد. مش على طول. مش على طول. لا بس بتهتمي بمظهرك. بالنظافه كمان. كفنان كمان وكنظافه. طبعا. نظافه، النظافه عندهم مهمه جدا. نعم. كريم حته كريم دي بقى ارد عليك. هو كريم قوي قوي على نفسه، ما يستخسرش على الاخرين حاجه جدا. لا هو مش بخيل، بس هو عنده اولويات. صح، عنده اولويات. يعني انا طيب ايه الحاجات الوحشه بقى؟ موضوع الارتباط هنتكلم فيه ولا بقى. نتكلم في الشغل؟ لا هتلنا الحاجات العاطفيه الوحشه. لا خلينا في الارتباط عشان هو قاعد يقول ما بحبش ما بحبش ما بحبش. نسمع بقى. لا هو الشغل اولا هم بيحبوا الفلوس جدا، فتلاقيهم شاطرين في شغلهم. اوكي. يعني الحاجه اللي بتوزنهم الفلوس، ما فيش فلوس يكتئبوا. يكتئبوا فعلا، يدخلوا في اي حد ما حوش فلوس بيكتئب. لا على فكره في ناس بتبقى فقيره مبسوطه. لا مش قصدي، هو الفقر مش فقر فلوس. فقر نفوس. لا هو برضو مش حب الفلوس ان هو مادي او ان هو بيحب يصرف على نفسه، بيحب يستمتع بالحياه. على فكره انا مش شايفاها عيب، ما انا برضو بحللها نفسي. يعني ان انا بحب الفلوس، ان انا مش عايزه احتاج لحد، مش عايزه يبقى شكلي مش حلو قدام الناس. فالحته الشغل دي هم حلوين فيها جدا، بيعرفوا يجيبوا القرش ازاي. طموحين جدا جدا، الحمد لله. اذكياء جدا جدا. بس في حاجه بس عايزه اقول لهم عليها، ان ما تيأس، لان هم كتير جدا بييأسوا. يعني تلاقيهم قفلوا على نفسهم كده وقالوا ايه، اتصدموا مثلا في شغل او في حد، تلاقيه قفل على نفسه وقال ايه، انا خلاص مش
انا مش عايز اشوف حد، انا هقفل على نفسي مش عايز اشوف حد. حصل والله شويه بس ما بيكملوش شهر ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ كم حاجه كده مع كم دروب مع كم مشكله في البيت شهر ما بتنزلش وما بتكلمش حد؟ ما بنزلش، حد عنده يأس. قافل على يعني عنده يأس بس بيرجعوا ولا فيسبوك بقى ولا التليفونات ولا كده. على كده ما بيكملوش ما بيستمروش في اليأس. لا 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 بيجددوا نفسهم بنفسهم. طبعا هم مجتمعين جدا جدا، اصدقائهم كتير، وزي ما قلت لك قبل التصوير تحس ان مالكش صاحب انتمت يعني حد انتيم بتتكلم، لا كل الناس صحابك، كل ما تسلم لحد ده صاحبي، تدخل مكان تسلم على كل الناس. ايوه اجتماعي جدا جدا، بس يوم ما بيبقى عايز يحكي ما يعني ما بيلاقيش حد قريب يأتمنه على سر، بيخاف يطلع اسراره يعني. ممكن يكون ما بيحبش يزعج حد معاه، ما بيحبش او يطلع ضعفه قدام حد. بالظبط ما بيحبش يضيع يطلع ضعفه. ده حقيقي فعلا؟ انتوا قاعدين ايه؟ لا هو انا طول عمري حاسس ان انا مش دلو قوي بصراحه، هربان من الدلو في حاجات كده وفي حاجات كده. لا هو انت مرن شويه عنه، هو احنا عارفين ان انت ما بتيأسش، انت مرن. لا الياس ده لفتره مش كتير مش كبيره يعني، ساعات ساعات اللي هو تقفل مود مش حلو. مود مش حلو بس بترجع يعني تجدد نفسك وترجع تاني يعني دي من العاطفه بقى. في العاطفه بقى، في العاطفه هم الاثنين راجلنا. لا انا عارف في العاطفه بقى. العاطفه المشكله ان هم اولا هم بيحبوا نفسهم جدا وبيحبوا راحتهم جدا جدا زي الحمل يعني. في صفات مشتركه ما تعرفش. بس غير بيحب يتدلع بقى مش زي الحمل. الدلو بيحب يتدلع جدا، بيحب يتدلع مش زي الحمل. لا طبعا هو بيحب ماليش في الكلام دي. هي الدلو لو حب بيحب بيحب صح وبيتعلق بالبنت تعلق فظيع، بس ده لو حب، وحته ان لو حب دي بتحصل 1% فعلا. يا ده طلع عنده حق بقى على فكره. يا باشا عيب انا اديك انت من ساعه ما جيت. في ناس تفتكر ان هو بيحب على نفسه. ده حقيقي. لا خالص. مش حبيب يعني. لا مش حبيب. بيجرب. 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 انا هجرب علشان اشوف هحبها ولا لا. فيجرب فيجرب فيجرب. بالظبط كده. ده انا اتبسطت قوي في الفقره دي. ايه كمان؟ يا دعاء. دينا يا دكتوره والنبي دينا. خاين ولا مش خاين؟ برج خاين ولا لا؟ ما بلاش انا صريحه. لا قولي دي ابراج ده علم. طبعا خاين. برج خاين؟ يا دعاء. بصي انا هقول بشكل عام في العاطفه بس. في العاطفه. في العاطفه. لا لا مش موضوع الخيانه دي. لا ثانيه واحده بس، ثانيه عيب بس. طب قولي طب قولي عشان نشوف احمد هيقول ايه. سؤال ليك انت اللي انت. هو المشكله ان هو بيحب نفسه وهو بيحب راحته او بيجري ورا نزواته او ورا حاجات جديده. قالت لكم صريحه. بقول لك ايه يا مصطفى، انا صريحه على فكره. ده برج من البدايه. انت بص انا ركزت معاها قوي. انت بتحب نفسك وتحب تصرف على نفسك وما بتحبش الا مش عارف لا ونزواتك خلي بالك. هو علشان متغاظ على نفسك انت كده يتخاف عليك. طيب اخر سؤال، اخر سؤال. مش عارفه والله. الستات في الدلو هم بيحبوا ابراج ايه؟ ينفعوا مع ابراج ايه؟ ينفعوا مع ابراج تريحهم، تريحهم بحيث ان الست الدلو دي مش ست تضغطي عليها كتير يعني. ما ينفعش. لا انا قصدي الراجل الدلو يعجب بالست من برج ايه؟ مهم قوي السؤال. بيحب الحوت جدا. الحوت؟ احنا بتوع الحوت. والله بحب الحوت. يبقى حلو. الحوت لازم. اديني برج الحوت. بحب الحوت لازم. مع التور بتقولي؟ مع التور كمان، الحوت والتور يبقوا حلوين قوي معاه. انت عايز التور. لان هو بيحب الست بالرغم انها تبقى انثى بس تبقى شخصيه. صحيح. صح. يعني يحبها انثى وشخصيه. شخصيه صح. انا قلت كده ما بحبش اللي يظهر. وبعدين في حاجه كمان، عشان يدخل اي ست تدخل قلبك او قلبك لازم تبقى صديقتك. صح. يعني لازم تقعد تتكلم معاها. لو شكل بس واتمة او مش هيطلع فاصل اكيد مش بصوتي اكيد ما ينفعش انا اطلعهم فاصل. طبعا حضرتك تغني لنا الاغنيه علشان نطلع فاصل. يلا هنغني ايه؟ نمره واحد. نمره واحد. يا ليل أنا نمرة واحد في الجراح، أنا نمرة واحد في الألم،
أنا نمرة واحد في العذاب وأشهر من النار على العالم. أنا نمرة واحد في الجراح، أنا نمرة واحد في الألم. أنا نمرة واحد في العذاب وأشهر من النار على العالم. محطوط عليا من الحياة، محطوط عليا من الزمن، معرفش ليه دايما رخيص، وش معنى انا اللي ماليش تمن. محطوط عليا من الحياة، محطوط عليا من الزمن، معرفش ليه دايما رخيص، وش معنى انا اللي ماليش تمن. يا ليل يا ليل. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل معاكم اخر فقره في حلقتنا، وطبعا اكيد احنا برنامج للستات وبرنامج بيهتم بالمراه، فعلشان كده لازم نختمها يا ستات بعرض ازياء للمصمم اللبناني ايمن محمد. منورنا. اهلا وسهلا. ومبسوطه جدا ان انت جاي لنا من لبنان. بس مزبوط. انت عايش معانا في مصر. منورنا في مصر. الله يخليك يا رب. ايدا نوريك، يو لوك جريت. ميرسي جدا. الفستان من تصميمهم. وان شاء الله تكون سنه حلوه، نختمها مع بعض وتبلش سنه بعد تكون احلى. والستات أكيد بتحب الموضه جدا، فلما نديهم فساتين حلوه هتبقى مبسوطه جدا. تمام، هيدي المعادله المظبوطه. هم الرجاله في الحلقه دي مش هيبقوا اسعد حاجه ان هم اللي هيدفعوا ثمن الفستان. تمام. كلهم هيعملوا نفسهم السبعين. بدك تبسط المدام، لازم نظبط اللوك. ايوه ده حقيقي. سامع 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 صح؟ 70 والله. هم اللي هيدفعوا ثمن الفستان. احنا واخدين بالنا من السعر، ما بنشوفش احنا. خلاص انا ما تقلق، عندي هيدا الموضوع تصميم. الراجل بيخش على التيكت عندك على طول. مظبوط. عاوزين نعرف الوان السنه. اكيد الالوان يعني في الوان ثابته، بس كمان كل سنه بيجي موسم جديد بالوان جديده. الترند في ترند عالمي كل ديزاينر بيلحقوه، بس بضل كل ديزاينر عنده الانسبريشن تبعه، عنده الفيجن تبعه، وهيدا اللي بيترجم ممكن بشيدز مختلفه من كل كلر. هلا بالنسبه للكوليكشن تبعنا، في الجولد بشكل اساسي هو اللي رح نبتدي فيه، الوان الباستيل من البيستاشي اللي هو شوي على باستيل، البينك برضو اللي عاطي شوي روز، الاسود اكيد موجود مع النود، وهيدا الميكس بيضله دائما موجود. الحلو انه نحن عم بيكون في اكثر من سيزن بالسنه، يعني حتى الصيفيه كونه بمصر شوي صيفيه طويله اكثر من الشتويه، سو بنلحق انه بينزل اثنين كوليكشن، فبيكون شوي في فرايتي بالالوان مرتاحين فيها. البوردو اللي لابستيه اليوم بعيد، هيدا اساسا ومصطفى لابس يعني لون كده مظبطين اليوم مع بعض. والله جاي كده يعني بظروفها. عشان الرجاله للاسف في الوان للرجاله موضه ولا هلا اكيد انا بتشوفي انا شو لابس. لابس كحلي بتضايق. انا ما خصني كثير بالموضه. فالبراند اللاين اللي نحن البراند اسمه انسكادا، هو للديزاينر اللبناني المشهور انس اضماني اللي هو خيي، هو ببيروت اكثر وانا مستلم البزنس هون. سو الانسبريشن تبعه لهيدا الكوليكشن كان كثير في ريال، كان في كثير دريمي، وهذا اللي رح نشوفه بالفساتين. الحلو انه اللاين هو شيء بري اكوتيور، يعني في لكشوري تبع الكوتيور، ات ذا سيت تايم السمبلسيتي اللي موجوده بالبريتا بورتي. فهيدا الشيء اللي رح نشوفه، يعني الست اليوم بدها تكون لوك لايك ستار بس ما تروح اوفر، هيدا الشيء الحلو يلي ده حقيقي. هي الفساتين هي بسيطه بالمظبوط، بنفس الوقت فيها ديتيلز، فيها ريتش، فبتحسي انه اللوك مظبوط والفيتنج مظبوط. ايه رايك نبتدي نشوف؟ يلا يا ريت نشوف اول لوك. طيب احنا هنبتدي باول فستان. اتفرج يا احمد. اتفرج يا احمد عشان التيكت يا احمد. احمد انت قلي اللي حيعجبك وانا ما تعرف. انا هبعت لك الوضع. هبعت لك الفيسبوك بتاع المدام. حلو قوي اللون ده. ابتدينا بالجولد. بالجولد الديتيلز اللي بتكون فيه شوي، في شويه شايروفسكي، في ميرور نحن بنستعمله بالبيدز اللي محطوط. الباز عم بيكون شوي بيج اكثر نود تيعطي كونتراست، بين الشغل يلي بالدريس. انا دائما بنحب البوكيتس تكون موجوده بعد تريند، الويست محدد دائما، فبيعطي الست بيفوكس على الاشياء يلي بتعطي فيجر احلى.
حلو قوي. الفستان التاني يلا بينا نشوف اللوك التاني. الحلو هلا بتشوفي انه حتحسي في مود معين، يعني هلا حنشوف دريس تاني جولد من نفس الماتيريال بس بقى بستايل تاني. بستايل تاني تماما. ده ينفع للسيده مليانه ولا رفيعه ولا طويله ولا طياره؟ لا هيدا الكات كثير كثير بخبي ديفو بالجسم لانه عندك الويست محدد ومن تحت نازل واسع، فهيدا الشيء كثير بيغطي الديفو. دينا بنقول لكم حاجات معلومات لاول مره تعرفوها. عشان لما المدام تيجي تشتري تقول لا ده مش لاقي عليك ده ليه؟ تحس الواحد خايف يقول بكام. هو الحلو الديتيلز اللي مشغوله، هيدا فرق شغل الكوتيور عن الريدي تو وير. الكوتيور فيه شغل كثير بالديتيلز، فيه يعني هي منا فابريك ماتيريال ومخيطه، لا هي اكثر بتلتابلو، يعني حتحسي القصص مرسومه رسم، وهيدا الشيء اللي بيتعمل بالاتيليه. وكله ببيروت بيتعمل يعني مظبوط، لانه الديزاين الحلو مش بس ديزاين حلو على الورق، الفيتنج لازم يكون كثير مظبوط، الفينيشنج لازم يكون كثير مظبوط، والجسم يكون كثير مظبوط. فتروح للدكتور هلا بنلعب فيها. هلا بس يعني اغلب الليديز هالدي الايام كلهم عم بيهتم بحاله بالنهايه، اللي بده يلبس موضه بده يكون متابع بكل القصص. انا بشوف ده فعلا وده كمان يطول مظبوط مظبوط، مع الهيلز المظبوطين بيعطي شيب حلو. حاجه طويله تماما تماما. ايه رايك يا مصطفى انت؟ لا ما شاء الله والله مفيش حاجه لينا. طيب لا انا مركز مع الستات. مركز برضه يعني الستات هي القشره. ما انت لابس بوردو ومظبط الوضع. حبيبي انت عشان عينك حلوه بس. نشوف بقى الفستان اللي جاي بقى. تحس ان الحلو باللاين انه مثل ما قلت لك هو بري اكوتيور، فانا حاولت يكون في كثير فيرايتي عندنا بالقصص اللي معروضه. فالجمب سوت بعده كثير ترند. الجمب سوت حلو انه فينا نلبسه باوكيجنز شوي صغيره منها كبيره، فيها تلبس بمورنينج ويدنج مثلا او شيء. وهيدا الكلر كمان من السيجنتشر كلرز اللي نحن بنستعملهم. البوينت اللي بدي اقولها انه ايفن الكلرز نحن بيتعملوا سبيشالي، يعني نحن بنعمل اللون اللي نحن بدنا نمشي لهيدا السيزون. وهيدا التاتش اللي يمكن الست المصريه بتدور عليها، اكيد بتحب تكون مختلفه، بتحب تكون مميزه عن غيرها، واكيد هيدا التارجت تبعنا. ده حقيقي احنا بنحب نبقى مختلفين. ايوه تمام. والرجاله بتوعنا كرمه جدا. افضل هطلع ثلاث فساتين هديه لدكتور رامي. انا شايف دكتور رامي، هو دكتور رامي اساسا فستان هديه لدكتور احمد. دكتور رامي اساسا من كرم وقاعد ساكت ما بيديش رايه. انت يا مبهور يا مصدوم، شو احكي لي بقى. وانا الكالرز حلوه قوي، يعني انا بحب الكالرز جدا، ديزاين يعني سمبل واليجنت. يعني مظبوط، هي هيدي التريك اللي كثير احيانا ديزاينرز بيوقعوا فيها، انه يا بتروح اوفر يا بتروح تو سمبل. حلو الميكس بقى بين هيدا التارجت. طيب نشوف الفستان الرابع. يلا بينا. بعدنا بنفس الكلر مع كات ثانيه، مع فابريك ثانيه شوي جبير اكثر. ده حلو قوي. احنا لازم ناخذ راي الليديز. اهم حاجه كله ساكت. لا لا ممتاز صدقني والله، انا من رايي اكسلنت. ميرسي وذوقك. نفس اللون ده احلى واحد. اللون احنا مجينا في الاراء في نفس اللحظه. هي كل يعني الناس كلها اجمعت يعني كل حاجه. انا حاولت هيدا سنيك بيك من الكولكشن الفول وينتر 2019، فاكيد بالاتيليه موجود الكولكشن كله، مثل لما دودي شرفتنا عنا بالاتيليه. نجرب هيدا الدريس الاول، نجرب نرجع لكم ده بقى. هيدا بعد سعره كم بقى؟ ما بنختلف بنظبطها. في خصم يعني؟ في خصم يعني؟ هلا هيدي الحلو بدي اقوله انه نحن نيجي ولا ما نجيش؟ طبعا نيجي والله. وهيدا اللي بدي اقوله انا، نحن عم نقدم شيء كواليتي كثير عالي، فينيشن كثير مظبوط، بس يات الاسعار افوردبل. يعني نحن قبل ما نجي على مصر اكيد اتعمل دراسه ماركت كثير مظبوطه على مصر. علشان تبقى الاسعار عشان تماما عشان تبقى الاسعار ما نكون كثير اوفر، وخصوصا احنا از ستارت عم حاول تكون الاسعار افوردبل بمطرح بنفس الوقت. قبل ما نقدم بس الفستان الثاني انا عاوز اسال مصطفى على حاجه. يلا. لما هترتبط هتنزل بقى تعمل معاها الشوبينج وتروح تنقي معاها الفساتين، ولا خدي يا حبيبتي انا بصراحه بقى انا عن نفسي لما باجي اشتري لنفسي لبس بتعب. يجيب لي والله. بص بقى المفاجاه دي بقى. بعيد عنها المفاجاه دي بقى. هلا انا رايي خلاص لا يستاهل ان انا انزل اشتري، يعني انزل. انت كده هتغير
بقى كمصطفى هترتبط. ايه؟ انت هترتبط 2019. بص بقى سيد الالوان. طبعا انا حبيت نختم بالبلاك لانه بيضلوا نمبر 1 ايفن على راس السنه، بيضلوا عاطي لكشري، والست بتحب دائما تحفه الميستري تبع البلاك دريس، فهيدا الشيء مظبوط. هيدا شوي حجمه بعد اكبر، فيه ديتيلز كثير، ما بعرف اذا الكاميرا بتبص لي لبعيد. تكريم بقى يا جماعه عشان الفستان. مشغول بتشايروفسكي كمان بحجار، بتعطي هيك لكشري، بتعطي بنفس الوقت دراما شوي بالايفنت. حلو قوي، وهي الموضه الحلوه. احنا برضو على فكره قلنا ساندرا كثير انبسطنا اليوم اشتغلنا مع بعض. احنا برضو على فكره كلنا اجمعنا انه احلى فستان برضو. طب يلا بعد فاضل واحد بنشوف على الفوتنج عادي. يلا نستنى بقى في نشوف اخر فستان معاك. لو جبنا برايدل كنا حناخد الستيج كله. ده حقيقي، سؤلنا بلا من الفساتين دلوقتي المنفوشه هي اللي طالعه موضه. حلو، هلا هيدا كثير بيحدد على هوا الكونسبت الويدنج، كونسبت العروس نفسها، يعني العروس احيانا بتكون شخصيتها ما بتحمل فستان اوفر، فبهيدا اليوم كل التركيز عليا، فلازم انا بشوف انها تكون معك هي تعكس اللي هي حس اللي هي بدها تحسه. ده اخر فستان يلا ايه حنشوف يمكن اخر فستان اللي بالكم فستان علشان نختم بالفستان ونغني كلنا هنقول حلو برده احنا جعانين جدا والجو هنا برد جدا. يا سلام هيدا أيوة. كمان بعدنا بالبلاك بس مع الدونتيل النود شوي. راقي انا راقي راقي حلو. لا والظهر بتاعه حلو قوي، الظهر بتاعه كمان هي هيدي الفكره. الديتيل مشغول عليها منيح حتى يطلع الدريس من كل الميلات اي كاتش مظبوط. حلو جدا. احنا بنشكرك بجد، نورتنا كل الفساتين هايله، وانا بشكرك على فستاني. ميرسي ميرسي جدا. احنا طبعا لسه سهرانين ولسه مكملين، بس انا يعني هزهق مصطفى عشان انا قلت له اغنيه واحده في الفاصل، بعد كده دلوقتي بقول لهم لا. Feel